الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الاي سي يو، اتكلمنا عن التكنولوجي اللي بنستخدمها في الاي سي يو والموضوع والحاجات دي في غايه الاهميه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المودز اوف ميكانيكال فنتيليشن. مودز يعني انواع، مودز يعني انواع ميكانيكال فنتيليشن. عندنا نوعين يا شباب، الانفيزيف والنون انفيزيف. الانفيزيف والنون انفيزيف هنتعرف عليهم كده بالتفصيل. الشغل ده مهم خصوصا للناس اللي انترستد في مجال الاي سي يو. شغل الاي سي يو شغل شويه سبيسيفيك، شغل شويه ذات خصوصيه، مجال جديد بس مجال ان شاء الله هيبقى ليه شان كويس. الناس اللي حابه تشتغل في الاي سي يو طبعا مفيش في السوق عياده دكتور يعني بيشتغل في الاي سي يو، لان قريت الاي سي يو الشغل اللي هيجي لك العياده، قريت الاي سي يو حضرتك اللي بتروح له المستشفى. وبالتالي بالنسبه لو انا هتكلم على شغل السوق بره، شغل السوق يعني من خلال الشغل في المستشفيات الخاصه بيطلبوه. يعني اي مستشفى خاصه فيها اي سي يو تمام، خصوصا لو كانت على كواليتي عاليه بتطلب علاج طبيعي تخصص اي سي يو. فاذا كشغل سوق كبزنس يعني مش منطقي ان العيان اللي في الاي سي يو هيجي لك عيادتك. مفيش حاجه اسمها عياده علاج طبيعي اي سي يو، لكن حضرتك اللي بتروح تدور، انت اللي بتنزل المستشفيات الخاصه بتقدم لهم السي في بتاعك وهم بيطلبوك، فبتروح تشتغل بيبقى فيها حاجه كويسه. الناس لو انت حابب تعمل تريننج في الاي سي يو بتروح طبعا على كل المستشفيات العامه، كل المستشفيات الجامعيه، كل المستشفيات اللي تابعه لوزاره الصحه كلها في اي سي يو. فانت بتروح، الناس اللي حابه تعمل تريننج او تتدرب في الاي سي يو بتروح بتقدم نفسك، تبريزنت يور سيلف. ممكن تلاقي في بعض الرعايات فيها علاج طبيعي، وممكن تلاقي رعايات تانية ما فيهاش، وتبقى ايا كان. فانت راجل عندك ثقه في نفسك، انت راجل واخد كوريكولم محترم ومعاك يعني علم كويس، فبتقدم نفسك للميديسين اللي هناك تقول انا بس عايز اشوف. وبتبتدي انت بتروح وتواظب وبتتناقش معاه وبتحضر معاهم المناقشات وبتحضر معاهم الراوندز تمام. وهو بعد كده بيلاقيك حد قال لا ده الراجل ده بيفهم، او لا الدكتوره دي بتفهم، ده هي فعلا. يبتدي بعد كده يتناقش معاك في بعض الامور فيلاقيك بترد عليه قال لا ده انت فاهم. فبيبتدي من هنا تيجي الدراسه، فبيبتدي يثق فيك وممكن يسلب لك بعض المهام، واخد بالك؟ فهي الامور بتيجي كده بالتدريج يا شباب. علشان كان في بعض يعني حد من الزملاء سالني في النقطه دي. نرجع لموضوعنا، هنبدا بالنون انفيزيف. النون انفيزيف يا شباب يعني ايه؟ يعني انا ما عملتش اندوتراكيال تيوب، ما عملتش تراكيستومي، فانا بشتغل من خلال الايه؟ الاكسجين ماسك زي ما قلت لكم. النون انفيزيف ده بيبقى من خلال طبعا مين اللي هيتحط على الميكانيكال فنتليتور؟ العيان اللي عنده ريسبيراتوري ديستريس، العيان اللي عنده ريسبيراتوري هايبوكسيا، العيان اللي الاكسجين ساتوريشن بتاعه نزل عن 80%. فمن هنا زي ما انت بتشوف في المخزون بتلاقي الناس على ماسك، ده ماسك عادي، ده مش فنتليتور، ده ماسك اكسجين. ده العيان اللي مثلا الاكسجين بريشر بتاعه والساتوريشن نازل مثلا عن 95 94 90 تمام، ده بيتحط على الاكسجين عادي علشان ترفع له نسبه الاكسجين في البلاد تمام. ده مش ميكانيكال فنتليتور، ده اسمه اكسجين، تدي له اكسجين سبلاي، ده اسمه اكسجين سبلاي. يعني العيان ده، العيانين اللي انتم بتشوفوهم في المرزوق دول يا شباب دول على اكسجين سبلاي ماشي، مش على فنتليتور. الفنتليتور قصه ثانيه، لان ده مكنه ماشين. لو احنا بنتكلم في النون انفيزيف فهو ماسك، لازم يبقى ويل فيتد، يعني لازم يبقى محكوم كويس قوي علشان ما يسربش، لان المفروض ان الجهاز اتفقنا ان هو بيديليفر ايه؟ بريشر. بيديليفر ايه؟ يعني الجهاز بيطلع بريشر كده تمام؟ فالماسك لازم يبقى فيتد حلو، يعني لازم يبقى متفصل كويس على قد الفيس بتاع العيان علشان ما يحصلش تسريب للبريشر، علشان نطمن نتاكد ان كل البريشر اللي طالع من الماشين واصل للايه؟ للعيان.
بتاعه ليه شروط؟ ليه شروط. العيان اللي هيتحط على النون انفيزف، اولا لازم العيان ده يبقى صاحي. ما ينفعش تحط عيان في كوما على نون انفيزف. يبقى العيان اولا ما يبقاش كوماتوز، لانه لو كوماتوز ده هتحطه على طول على الايه؟ على الانفيزف. يبقى النون انفيزف شرطه الوحيد ان لازم يبقى العيان يكون صاحي. لازم العيان يكون صاحي وقادر ان هو ينظم نفسه. يعني الشرط الاساسي ان العيان يكون اويك اند سيديتد. سيديتد يعني ايه؟ بيبتدي العيان لو هو هيعمل حركات او هيحاول يشيل الماسك او حاجه، يبتدي بيدي له حاجه زي سيديشن كده عشان يهديه. ما ينيموش، يهدى بس يفضل صاحي. يهدى بس يفضل ايه؟ يفضل صاحي. لان العيان هو اللي في ستريس ممكن يعمل اي انفولانتري موشن، ممكن يحاول يعمل، فبيهديه يديله سيديشن، ما ينيموش، سيديشن بس يبقى صاحي. ده الشرط الاساسي. الشرط الثاني ده الاساسي، في كونتر انديكيشن. لو عيان صاحي تمام وعنده هايبوكسيا وانديكيتد للنون انفيزيف، بس عنده فيشل تروما، عيان طالع من حادثه ووشه بايظ، ينفع نحطه على ماسك؟ ما ينفعش. يبقى في الحاله دي هو انديكيتد للنون انفيزيف، بس انت مضطر انك تحطه على الانفيزيف. هتحطه على الانفيزيف ليه؟ لان عنده فيشل تروما. ليه؟ لانك مش هتعرف تحط له ماسك ووشه متعور. فهو انديكيتد للنون انفيزيف، ولكن الدكتور او في الاي سي يو مضطرين ان هم يحطوه على الانفيزيف لانه عنده فيشل تروما. ده رقم واحد. رقم اثنين من الكونترا انديكيشن، العيانين اللي عندهم مشاكل في الجي اي تي، اللي هو ممكن يجمد لو انت حطيته على الهاسك. ده لازم يتحط على الانفيزف. هو ممكن يكون انديكيتد للنون انفيزف، بس مضطر العيان عنده مشاكل في الجي اي تي وممكن يفومت لو هو على الماسك. الحاله ديت لو العيان عمل فومتنج وهو على الاكسجين ماسك، على مركب الماسك، هيضطر ممكن غالبا ده اللي هيحصل ان هو هيعمل اسبيريشن لبعض الحاجات تدخل على اللنج وتعمل له ايه؟ اسبيريشن نمونيا. يبقى انت دخلته في مشكله تانيه خالص. هو داخل بشويه هايبوكسيا يخرج بايه؟ بنمونيا. يبقى اذا العيان اللي هو عنده مشاكل في الجي اي تي ومن الوارد انه يعمل كوميت لو هو على الماسك، ده كونترا انديكيشن للنون انفيزيف. العيان اللي عنده فيشل تروما مش هينفع تحطه على الماسك، ده كونترا انديكيشن للنون انفيزيف. الشرط الاساسي علشان العيان يتحط على النون انفيزيف انه يبقى صاحي. اما لو العيان في كوما اوتوماتيك لازم يروح على الايه؟ على الايه؟ الانفيزيف. ماشي يا شباب؟ ده شكل الايه؟ النون انفيزيف. ده الماشين بتاع الاي سي يو، الميكانيكال فنتليتور، وده الماسك اهوت زي ما انتم شايفين. ده برضه شكل من اشكال الماسك بالنسبه لل نون انفيزيف. النون انفيزيف يا شباب بيشتغل الكونتينوس بوزيتيف بريشر فنتيليشن، اللي هو السي باب. السي باب كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، بيشتغل على اللو بريشر. في المحاضره الترمينولوجي بتاعت الاسبوع اللي فات اتفقنا ان الايه؟ البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر كام يا شباب؟ اللي هو البي كام؟ 5 او اكثر، اكثر من او يساوي 5، اكثر من او يساوي 5، هو ده الانالوجس للبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. يبقى السي باب النون انفيزيف بيشتغل على السي باب مود، السي باب اللي هو الكونتينوس بوزيتيف بريشر فنتيليشن. والسي باب هو ده الترمينولوجي اللي بيبقى متعارف عليه في الاي سي يو. يعني في الاي سي يو مش هيجي يقول لك العيان ده على كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، فيقول لك ان فلان الفلاني ده محطوط على السي باب. السي باب يبقى انت هتفهمه ان هو على لو
بريشر، وممكن يكون اللو بريشر ده قد يكون نون انفيزيف، تمام، وممكن يكون على الانفيزيف بس في نهايه الويننج زي ما هنعرف بعد شويه. يعني احنا العيان لما بيتحط على الانفيزيف بيتحط على الهاي بريشر، وبالتدريج كل ما العيان بيتحسن بيبتدي ينزل الايه؟ ينزل البريشر. كل ما العيان بيتحسن بيبتدي ينزل البريشر لحد لما في نهايه الويننج خالص، في نهايه الويننج يعني في نهايه الديسكونكشن بتاعه يبقى على السي باب. يبقى هو على السي باب اللي هو الايه؟ اللو بريشر، اللي هو يبقى 5 او اقران 5 6 ماشي شباب. لكن الكوب تورس بوزيتيف اير وي بريشر اللي هو السي باب وانت مغمض كده، احنا شغالين على لو بريشر. مين العيانين المناسبين اللي بيشتغلوا على لو بريشر؟ اتفقنا المره اللي فاتت قلنا العيانين اللي هم عندهم ايه؟ بالنسبه للكومبلاينس، العيانين اللي عندهم ايه؟ هاي كومبلاينس لو الاستيك ريكويل، هاي كومبلاينس لو الاستيك ريكويل اللي هم العيانين مين؟ السي او بي دي. يبقى مين العيان اللي بيتحط على سي باب؟ العيان اللي هو السي بي، اللي هو العيان اللي عنده هاي كومبلاينس واللو الاستيك ريكويل. ماشي يا شباب؟ هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نعمل ريكروتمنت للالفيولاي، يعني تفتح الالفيولاي، تمام؟ وتبريفنت الكولابس وتقلل الورك اوف بريتنج. والفانكشن بتاعت السي باب از ان الوجس، يعني مساوي ان الوجس يعني الوجه الاخر للاير بوزيتيف ان اكسبيراتوري بريشر اللي هو بيبقى عند 5 ضغط ميه او اكتر، تمام، بالنسبه للانتيوبيتد بيشن علشان بريفنت الايه؟ الالفيولر كولابس. يبقى السي باب بيشتغل على البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني بيشتغل على لو بريشر يا جماعه 5 او اكتر. السي باب بنشتغله لعيانين الكونتست هارت فيلير، اتفقنا ان السي باب عيانين الاوبستراكتف لانج ديزيز اللي هو سي او بي دي، والعيانين الهارت فيلير. يعني عيان الهارت فيلير دايما ما بيشتغلش على الباي باب، لا بيشتغل على السي باب. السي باب اللي هو يعني لو بريشر، بنشتغل على لو بريشر لسببين يا اولاد. اول حاجه العيان اللي هو عيان الهارت فيلير مشكلته ايه يا شباب؟ مشكلته ان عضله القلب ضعيفه، صح كده؟ الكونتراكتيفيتي بتاعته ضعيفه، واكتر حاجه ممكن تضايق عيان الهارت فيلير هو الانكريز البينس ريتيرو. انكريز الايه؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ ان اكتر حاجه بتتعب العيان ان هو البينس ريتيرن بتاعه يكون كتير، لان ده بيوفر لود على الهارت ويعمل له فوليوم اوفر لود، عشان كده بيحصل باك بريشر على السيستم سيركيليشن، وبتبتدي تتكون الاوديما وبتبتدي تتكون الاسايتس، وبتبتدي تحصل الدايليتيشن في الجاجولار بلين. مش اتفقنا على الموضوع ده كله؟ تمام. طيب العيان اللي هو عنده هارت فيلير وعنده ريسبيراتوري ستريس لما يدخل الاي سي يو بيحطوا على السي باب لسببين. اول سبب ان السي باب انا شغال على لو بريشر، يعني شغال على 5 ضغط ميه، هدفي ان انا عايز ازود الانترا ثوراسيك بريشر، عايز ازود الايه؟ الانترا ثوراسيك بريشر. يعني انا لما احط العيان على ازود له الانترا ثوراسيك بريشر 5، تمام، ده هيقلل الفينس ريتير، ده هيقلل الفينس ريتير. يبقى انا اول نتيجه او اول بينفيت للسي باب مع عيان الهارت فيلير ان انا ازود له الانترا ثوراسيك بريشر. ولما ازود له الانترا ثوراسيك بريشر ايه اللي هيحصل؟ الفينس ريتيرن هيقل. يبقى انت قللت الاوفر لود اللي رايح على القلب، يبقى انت ريحت العيان. يبقى اول بينفيت للسي باب في حالات الهارت فيلير ان السي باب هيزود الانترا ثوراسيك بريشر، ولما هتزود الانترا ثوراسيك بريشر الفينس ريتيرن هيقل، يبقى انت قللت اللود على القلب اللي هو اصلا ضعيف، فالعيان ابتدى يرتاح. رقم واحد. رقم اثنين ان احنا قللنا حاجه تسمى الافتر لود. احنا عندنا مصطلحين يا شباب، البري لود والافتر لود. البري لود يعني ايه؟ البري لود اللي هو الكاردياك فيلنج، اللي هو عمليه الامتلاء بتاعه البنتريك
تدعني ventricular filling يعني امتلال الفنتركل بالبلاط ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بريلود. طيب ما معنى الافتر لود؟ الافتر لود هو السيستميك ها فينس ريزيستنس او المقاومه اللي ضد الفنتركل. هديكم اكزامبل. عايز ثلاث شباب يقول لي هنا بعد اذنكم. ما تخافش يا السيستميك
نتج عن ذلك ايه؟ زياده في الاستروك فوليوم. الاستروك فوليوم زاد، يبقى اذا العيان استريح، يبقى عيانين الهارت فيلير يا شباب لما بيدخلوا الاي سي يو بيتحطوا على السباب لهذه الاسباب. عيان الاوبستراكتيف لانج ديزيز السو بي دي بيتحط على السباب ليه يا شباب؟ لان انا محتاج بريشر، العيان اصلا عنده كومبلاينس عاليه جدا، فانا مش محتاج قلب بريشر عالي، هو اوريدي الكومبلاينس عنده مساعداني، فانا بشتغل على السباب. لحد كده في اي مشاكل يا شباب؟ نيجي للفضل. ايه؟ ما هو لما البريشر في السوركس يبقى عالي، البلد اللي جاي من السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا هيلاقي فيه بريشر قدامه فهيبتدي يقل. بالظبط كده، يعني لما البلد اللي جاي من السوبيريور والانفيريور فينا كافا داخل على الهارت وانت مزود الانترا سوراسيك بريشر فقلل الفينس ريتم، فمش هيروح كميه كبيره على الهارت. واضح يا شباب؟ نيجي للمود الثاني في النون انفيزف اللي هو الباي ليفل بوست اير واي بريشر اللي احنا بنسميه الباي باك. يبقى اذا النون انفيزف ممكن يبقى سي باب اللي هو الكونتينوس، وممكن يبقى الباي باب اللي هو الباي ليفل بوست بريشر اير واي بوست اير واي بريشر. ومن خلال الاسم باي باب يعني اثنين، باي يعني ايه يا جماعه؟ يعني اثنين، يعني اذا انا بدي اثنين نوعين من البريشر، بدي